مساء الخير وأهلا وسهلا بحضراتكم إلى هذه الحلقة الجديدة من حديث الأخبار. في حلقة النهاردة بإذن الله مع ضيفنا الكريم الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عبد الحليم قنديل هنتكلم عن ملفات عدة، أولها طبعا حيكون مستجدات الأزمة في غزة والتصريحات الأخيرة من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي المليئة بالأكاذيب والمزاعم والغلطات الكثيرة طبعا فيما يتعلق بمصر ودورها وما إلى ذلك، وحنسمع رأيه هو في هذه المزاعم وهذه الأكاذيب ونعرف كمان إيه أبرز المستجدات. هنتكلم كمان عن الجديد في الحرب الروسية الأوكرانية، لأنه الحقيقة نعم في الأيام القليلة الماضية هناك بعض المستجدات، على سبيل المثال حلف الناتو هذه الأيام يتحدث عن إنشاء قاعدة عسكرية ألمانية قرب الحدود الروسية وبالتالي تحديدا في ليتوانيا، وبالتالي هذا يعتبر تصعيد أكثر مع روسيا أو ضد روسيا، والكل في انتظار الرد الروسي لهذه القاعدة العسكرية الجديدة. أيضا على الجانب الآخر نتحدث أنه الرئيس الروسي كان في زيارة حديثا إلى منغوليا، والحقيقة أنه كان بعض زعماء العالم بيعولوا ممن هم طبعا في الفريق اللي ضد روسيا بيعولوا على أن تقوم هذه البلدة أو هذه الدولة بالقبض على أو اعتقال بوتين باعتباره يعني مطلوب اعتقاله، ولكن هذا لم يحدث. والحقيقة أنه كمان في بعض الأمور الكثيرة الجديدة فيما يتعلق بالعلاقات الروسية الدولية المختلفة منها الصين على سبيل المثال. هنتكلم كمان عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية إذا ما سمح الوقت، ولكن بداية هذه الحلقة من حديث الأخبار هتكون عن مجموعة من الأخبار الهامة جدا، وبدايتها أكيد هتكون عن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي الدائمة الحقيقة لمخرجات الحوار الوطني، تحديدا نتحدث عن ملف الحبس الاحتياطي. فأهلا وسهلا بحضراتكم في حديث الأخبار. ويشهد العالم بأسره بما حققناه من إنجازات لتمضي مصر في تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة لبناء وطن قوي متقدم في جميع المجالات. أقول لكم بكل الصدق إنه من خلال وعي هذا الشعب ومخزونه الحضاري الممتد لآلاف السنين، فإنني على ثقة كاملة من قدرتنا على تحقيق المعجزات وتغيير واقع الحياة في هذا الوطن لما نرضاه ونفخر به. مصر 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 يا أطهر قلب علمتينا علمتينا حب، مصر 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 يا أطهر قلب علمتينا علمتينا حب. استجابة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي، تم اليوم الإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا يجرى تحقيقها من النيابة. واتصالا بذلك أصدرت النيابة العامة بيانا ذكرت فيه أنه في إطار التكليفات الصادرة من النائب العام المستشار محمد شوقي لكافة نيابات الجمهورية بالمراجعة الدورية للمواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطيا، أمر السيد المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل 151 متهما محبوسين احتياطيا على ذمة قضايا يجرى تحقيقها بتلك النيابة. وقد تعهد أهالي الطلاب وحديثي السن منهم أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم والعمل على عودتهم إلى الطريق القويم. وجه مجلس أمناء الحوار الوطني خالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستجابته السريعة والفورية لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي، وعلى دعمه الدائم ومتابعته لتنفيذ توصيات الحوار الوطني بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة
وفي إطار رعاية رئيس الجمهورية لمخرجات الحوار الوطني، يتوجه مجلس أمناء الحوار للنائب العام المستشار محمد شوقي بالشكر والتقدير على التوجيه الصادر للنيابة العامة بمراجعة موقف بعض المحبوسين احتياطيا على ذمة تحقيقات تجريها النيابة العامة، بما أثمر عن إخلاء سبيل 151 متهما من الشباب والطلاب المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا تباشرها نيابة أمن الدولة العليا، بعد أخذ تعهد على أهالي الطلاب وحديث السن منهم أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم. وفي هذا الصدد أكد مجلس أمناء الحوار الوطني أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ تدشين الحوار الوطني بشكل خاص لا يدخر جهدا لتنفيذ أي توصيات يخرج عنها هذا الحوار الجمعي الشامل والبناء. وينوه مجلس الأمناء إلى أنه سبق لرئيس الجمهورية استخدام كل صلاحياته الدستورية المتاحة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني، إذ وجه الحكومة مرات عديدة بإنفاذ وتفعيل جميع مخرجات الحوار الوطني، وبالفعل أثمرت هذه التوجيهات عن دخول كثير من توصيات الحوار حيز التنفيذ. ويأمل مجلس أمناء الحوار ويثق في أن تتواصل رعاية رئيس الجمهورية الكريمة لكل مخرجات وتوصيات الحوار الوطني كما هو العهد بها، وخصوصا فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي. وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا السيد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا دكتورة منى، أهلا بيك. يعني تسمح لي بداية يا فندم، في ظل هذه الأخبار الجديدة، إزاي حضرتك بتشوف استجابة الرئيس السيسي لتوصيات الحوار الوطني بصفة عامة، وتحديدا نتحدث عن ملف كان شائكا وكان هاما جدا والشارع المصري يتحدث عنه، وهو الإفراج عن المحبوسين احتياطيا؟ يعني هل هذا بيعبر برأيك عن إيجابية وتغيير جذري وحقيقي في مرحلة الإصلاح السياسي الذي بدأ بالفعل في الدولة المصرية منذ انطلاق هذا الحوار الوطني؟ بالتأكيد أنا متفق مع حضرتك فيما سبق أن ذكرتيه. الحوار الوطني أصبح إحدى معالم مصر الجديدة. الحوار الوطني الرئيس السيسي منذ أن أصدقه في منذ عامين تقريبا، وهو منحنا وعد رئاسي بأنه سوف يستجيب لكل المخرجات وتوصيات الحوار الوطني. من يحتاج إلى أن يكون هناك قرار تنفيذي سوف يطلع سوف يصدر قرار رئاسي تنفيذي، ومن يحتاج تعديل تشريع سوف يحول إلى البرلمان. منذ هذا التاريخ كل مخرجات وتوصيات الحوار الوطني تم تنفيذها فورا، لأن الحكومة الجديدة كما قدمت بيانها إلى البرلمان كانت توصيات ومخرجات المحلولة من الحوار الوطني أحد روافد هذا البيان. الحكومة تعهدت أمام البرلمان بتنفيذه. لذلك الحوار الوطني يعني منح الحياة السياسية والحزبية المصرية زخم كبير جدا، منحها حيوية، حركها إلى الأمام، حركة بحيرة راقدة التي كنا احنا نعيش فيها على مدى العقود الماضية. الحوار الوطني الآن أصبح حوار الجماعة المصرية بكل فصائلها ومكوناتها الحزبية والنقابية والمهنية ومنظمات المجتمع المدني، ويتميز عن ما دونه من حوار أنه هناك لهذا الحوار بدون حد أقصى وبدون إقصاء أحد، وأن الموضوعية بتغلف حديث الجميع، وخاصة أن الحوار الوطني يعني يختص نفسه بميزة أنه لا يكون هناك تصويت على القرارات، ولكن لابد أن يكون هناك توافق على القرارات ورفعها للرئيس هذا التوافق، وإذا كان هناك توصية ليس عليها توافق ويتم رفعها للرئيس بكل الآراء التي كانت حولها. نعم. لذلك ليس هناك رأي في الحوار الوطني يتم إهماله من كل عناصر الحياة الحزبية والمهنية والنقابية المصرية. من أعظم ما نوقش تحت قبة الحوار الوطني هو الحبس الاحتياطي، وكان صداع بيمثلنا صداع كبير جدا. الحوار الوطني ناقشه على مدى جلستين، أنا شاركت في الجلستين، وكان حوار عاصف جدا، وشارك فيها بعض المحبوسين اللي أفرج عنهم مؤخرا، وشاركت فيها أيضا اللجنة الفرعية التي تصنع الآن
قانون جديد للرجال الجنائيه بجانب رؤساء الاحزاب وتماثيلهم، وكان هناك حوار واضح وصريح وتم التوافق على توصياته اللي احنا تم ارفعها للرئيس السيسي. والرئيس السيسي نفسه عندما حل الحكومه قال كلمات كنا احنا بنقولها في المعارضه، وكان يعني ايه من الممكن ان الناس يلومون احنا بنقولها. الرئيس السيسي قالها نفسه طابوا الى رئيس مجلس الوزراء عندما امرهم بان يكون هناك يعني سقف زمني مدة قصوى للحبس الاحتياطي، وقال الرئيس بالتحديد حتى لا يتحول هذا الحبس الاحتياطي إلى عقوبة. صحيح. بالنسبة للمتهم. صحيح. فطالبهم بأن يكون هناك تعويض للمحبوس الاحتياطي بشكل خاطئ، وأن يستخدموا بدائل الحبس الاحتياطي. كلها كانت حاجات بالنسبة لنا كانت أمنيات وأحلام تم ترسيخها في الجمهورية الجديدة. نعم، وتم تنفيذها بالفعل، وده مش بعد وقت طويل حتى من مناقشتها في الحوار الوطني. بس خليني أسأل حضرتك سؤال يا فندم، بذكر حضرتك الآن قانون الإجراءات الجنائية، لأنه قرار الإفراج عن المحبوسين احتياطيا هو جاي متزامن مع مناقشة أو مناقشات تعديلات القانون الإجراءات الجنائية وتحديدا مواد الحبس الاحتياطي. دي طبعا الكل بيشوفها إنها نقلة حقوقية كبيرة جدا كان بيفتقدها الشارع المصري، والآن نتحدث عنها بكل صراحة ونأمل في يعني خلاص تطبيقها. هل برأي حضرتك ده بيشكل تناغم مع توجه الدولة بأكملها نحو الجمهورية الجديدة أو مصر الجديدة كما ذكرت حضرتك في بداية هذا الكلام؟ وهذا التناغم بين المؤسسات إزاي ممكن يا فندم ينعكس على المواطن المصري؟ هي رؤية متكاملة كان فيها الحوار الوطني بيبحث مسألة الحبس الاحتياطي، وده أحد المواد او عناصر قانون الاجراءات الجنائيه. دلوقتي في لجنه فرعيه منبثقه من لجنه تشريعيه الدستوريه في مجلس النواب بتعد مشروع قانون جديد للاجراءات الجنائيه اللي مر على اصداره 70 سنه، لابد من تغييره حتى يتناسب المناخ الجديد. ثم كل هذا كله من خلال احترام الدستور والقانون، ومن خلال تنفيذ الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان. وده الكلام اللي قاله السيد الرئيس وبيوجه خطابه للحكومه الجديده، قال لها ده تنفيذا للدستور والقانون واحترام حقوق الانسان. دي رؤيه متكامله بتعيشها الدوله المصريه، حاله جديده اصبحت من معالم الجمهوريه الجديده. هذه الحاله بتقدس حق الفرد في الحريه، بتقدس حقوق الانسان، بتعلن ان هذا المواطن المصري حتى لو اخطا فانه لابد ان يكون هناك مده قصوى للحبس الاحتياطي، وبعدها يتم الافراج عنه او احالته الى المحاكمه المختصه. دي كلام لم يكن أكثر الحالمين يحلموا بحدوثها، لأن أصبحت واقع بتعيشه الدولة المصرية. وهذا الواقع نتج عنه عدة قرارات إصدار إفراج أو إخلاء سبيل للمحبوسين احتياطيا. هذا ليست المرة الأولى ولن تكون المرة الأخيرة. قبل هذه المرة، قبل 151 الصدر بناء على توجيهات النائب العام من خلال السياسة العامة للدولة اللي نشينها الرئيس، فإنها فيها يعني أكثر من عشرات القرارات في خلال سبيل سبقته، وسوف أيضا تلحقه أيضا قرارات كثيرة جدا، بحيث تبقى عندنا المحبوس احتياطيا لن يقضي عقوبة، بل إنه سوف يكون فيه تهم محددة. التهم المحددة يا إما يحال إلى القضاء يحكم قضيه الطبيعي، أما يتم الإفراج عنه. وفي كل الأحوال المخلى سبيلهم بيتم دمنه في المجتمع يعني طبعا، وإعادة تأهيلهم، وده يمكن حينقلنا لمرحلة تانية خالص كمان، هنبقى يمكن في يعني أحاديث ويعني اتصالات أخرى مع حضرتك ومع كل المتخصصين كمان نعرف ده ممكن يتم إزاي تحديدا، لأنه ده موضوع وملف بقى مهم جدا كمان. فكرة أنه الإفراج المفرج عنهم يتم زي ما حضرتك ذكرت إعادة تأهيلهم، إعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى. بنشكر حضرتك جزيل الشكر الأستاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي. فاصل قصير، وبعد هذا الفاصل نستقبل ضيفنا الكريم الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عبد الحليم قنديل، وحوار عن عدد من الملفات الهامة جدا. ابقوا معنا. أهلا بحضراتكم من جديد. أكيد لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي بتواصل جرائمها داخل قطاع غزة بالرغم من اقتراب الحرب من نهاية عامها الأول، وسط إصرار وتعنت كبير من رئيس وزراء الاحتلال على إفشال جميع المفاوضات الرامية لوقف إطلاق النار. طبعا ده الكل بيقول إنه أو بيفسره على إنه محاولة منه للتغطية على فشله الذريع داخل القطاع، إخفاقه في تحرير المحتجزين، وطبعا يعني هجوم شعبه عليه وعلى سياسات
طول ما كسبوش منها أي حاجة سوى الخسارة فقط لا غير. نتنياهو طبعا وجه مجموعة كبيرة من الأكاذيب حول مصر وزعم أنه في تهريب للسلاح من مصر إلى حماس. الدولة المصرية لم تصمت، والحقيقة أنها ردت بقوة ببيان من الخارجية المصرية على تلك المزاعم التي يعني هذا البيان أيضا لاقى الحقيقة دعم عربي واسع النطاق ضد الأكاذيب الإسرائيلية. في نفس السياق كمان بنعرف أنه مصدر مصري رفيع المستوى قال أنه تصريحات نتنياهو بتفتقد الواقعية وبيسعى من خلالها لتحميل الدول الأخرى مسؤولية فشله في تحقيق أهدافه في قطاع غزة اللي شهد بالفعل على إيد قوات الاحتلال الإبادة الجماعية. هنتكلم بالتفصيل عن أحدث المستجدات في ملف غزة، هنتكلم أيضا ونفند ونسمع رأي ضيفنا الكريم الكبير في مزاعم نتنياهو، وكمان هنتكلم إن شاء الله عن أحدث المستجدات عن روسيا وأوكرانيا من جهة والانتخابات الرئاسية الأمريكية من جهة أخرى. ضيفنا الكريم الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عبد الحليم قنديل، يا أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. لو تسمح لنا نبدأ من مزاعم وأكاذيب نتنياهو في تصريحات أصدرها منذ يومين ثلاثة تقريبا، كيف رأيتها وهل بتتفق مع الرأي القائل بأنه كل هذه الأكاذيب هي محاولة منه لتبرير فشله أمام شعبه وأمام العالم؟ يعني طبعا أنا لم أفاجأ بتصريحات نتنياهو على أي نحو لأن لها سوابق عديدة في نفس الموضوع الخاص بمحور فيلادلفيا، لكن إثارة هذا الموضوع وتصويره كأنه مؤشر لكسب الحرب من خسارتها يأتي في سياق آخر، سياق الذي تحدثنا عنه. يعني أنا نشرت مقالا في 13 يوليو الفائت بعنوان لا صفقة في غزة، يعني حاسمة جازمة، لأنه ببساطة نتنياهو لا يريد هذه الصفقة الآن، ربما ينتظر قدوم ترامب إلى البيت الأبيض. وللمفارقة بعض الآخرين أيضا ينتظرون ترامب في المنطقة. الفكرة الأساسية أنه قصة محور فيلادلفيا أكذوبة، علاقة نتنياهو بالموضوع أكذوبة أخرى، لأنه نتنياهو سبق له أن صوت على الانسحاب من غزة كلها وقت شارون بما فيها محور فيلادلفيا أكثر من مرة، ليس مرة واحدة، اثنين. محور فيلادلفيا لكي لا يلتبس الأمر لدى الرأي العام عبارة عن شريط أرض على الجهة الفلسطينية من الحدود، لأنه أحيانا في النشرات وكده يقول لك على حدود مصر غزة، فمبقاش مفهوم هو فين بالضبط. فهو محور فيلادلفيا أو بالأحرى محور صلاح الدين، هناك محور صلاح الدين على الجهة المصرية ومحور صلاح الدين أو فيلادلفيا على الجهة الفلسطينية، وهو شريط أرض ضيق جدا بامتداد 14 كيلومترا من كرم أبو سالم إلى الشاطئ البحر الأبيض المتوسط. الدعوة الكاذبة التي يرددها نتنياهو أن تحت محور فيلادلفيا تمر شحنات السلاح وإلى حركة حماس وأخواتها من فصائل المقاومة في غزة، هذه كذبة مفضوحة لسبب بسيط جدا يعلمه القاصي والداني، أنه منذ سنوات طويلة تعالوا من سنة 2019 هذه الأنفاق التي يصور العالم أنه اكتشفها بالقرب من نحر فيلادلفيا على الجهة الفلسطينية لا تعمل، هي ليست أنفاقا عابرة للحدود، بمعنى أكثر وضوحا كانت هناك أنفاق تبدأ من الجهة المصرية وتعبر إلى الجهة الفلسطينية، من الجهة المصرية مصر لاعتبارات تخص أمنها الذاتي والحرب ضد الإرهاب وإلى آخره والوضوح، قررت إغلاق كل هذه الأنفاق منذ عام 2019، وبالتالي هي أنفاق لا تعمل لأنها غير عابرة للحدود، يعني حتى لا يستخدمها الفلسطينيون في شيء الآن، لأنها بقايا أنفاق كانت موجودة. فالفكرة الأخرى لماذا يفتعل؟ يفتعل طبعا لكي يعطل أي اتفاق. لماذا يريد تعطيل أي اتفاق؟ لأنه يريد استمرار معنى الحرب، لأنه استمراره في السلطة قرين لاتصال هذه الحرب. وهذه الحرب التي نقلها من غزة إلى الضفة الغربية كما نرى في جنين اليوم، وإخلاء
أو إجبار السكان على إخلاء منازلهم في حي الدمج في مخيم جنين وصولا إلى الحرب الجارية في شمال فلسطين المحتلة مع حزب الله. هو يريد استمرار. لماذا يريد استمرار الحرب؟ لأنه لم يصل إلى أي هدف من الأهداف التي أعلنها لكي يقدمها لجمهور الإسرائيلي. طب هو كمان كده بيقع من عنده جنود وبيخسر أموال وكل يوم بيرتكب مجزرة جديدة داخل القطاع، بياخد عداوة أكتر من العالم وبيكسب هجوم أكتر من العالم. هو مصلحته إيه في إطالة أمد الحرب؟ هو لا يعني كل ذلك. ما يعني في المقام الأول أن يبقى رئيسا للوزراء داخل دولة بأي ثمن، بأي ثمن كان. وهو يسخر من تقييمات الجيش، سواء وزير الأمن يوآف جالانت أو رئيس الأركان أو غيره، كل الجنرالات إسرائيل يتحدثون ببساطة أنه توجد أسطورة يتحدث عنها نتنياهو، فكرة المحور. يعني إسحاق ديريك وهو كان صديقا لنتنياهو قال له ببساطة: أنت تكذب وتعرف أنك تكذب. فلم يعد هذا أمرا جديد، لكن هذا الأمر وهذا الكذب له جمهور في الداخل الإسرائيلي. نعم له جمهور في الداخل الإسرائيلي. ليه؟ لأنه كما قلنا من قبل، منذ 20 سنة على الأقل أو 30 سنة يسيطر اليمين على غالب الجمهور الإسرائيلي. فيما خص قضية محور فيلادلفيا بالذات، حتى هذا الجمهور الذي يغلب عليه المعنى الداعم لنتنياهو أو الداعم لنتنياهو، صوت في آخر استطلاع 53% يريدون الانسحاب من محور فيلادلفيا، مقابل 29% يريدون البقاء في محور فيلادلفيا، و 18% قالوا لا نعرف، لم يعينوا جوابا محددا يعني. فالفكرة الأساسية أن هذه لعبة مكشوفة، يعني هذه يعني فكرة السلاح الذي تحصل عليه حماس. صحف الأمريكية نفسها، واشنطن بوست وغيرها، نشرت منذ شهور طويلة جدا أن أغلب السلاح الذي تحصل عليه حماس من الجيش الإسرائيلي. 2، سواء في الضفة الغربية أو في غزة. 2، أغلب السلاح الذي تستخدمه حماس وأخواتها هو سلاح مصنع ذاتيا. 3، في الحملة العسكرية، حملة الإبادة الجماعية الجارية، 5% من القذائف التي استخدمتها إسرائيل أعادت حماس تدويرها في الأسلحة التي تصنعها. فالفكرة التي هي محاولة الهروب أو محاولة الغلوشة على حقيقة ما يتم. حقيقة ما يتم ببساطة شديدة أنه أدار أبشع حرب إبادة جماعية في التاريخ، وحصل على أكبر هزيمة أخلاقية، ليس هو فقط وإنما الولايات المتحدة الأمريكية التي شاركته مباشرة في حرب الإبادة وفي هذا العار، ودول غربية أخرى زي ألمانيا أو بريطانيا أو غيرها. 2، هو لم يحقق أي هدف تحدث عنه، لا هو قضى على حماس وحركات المقاومة كما كان يزعم. 2، لا هو أعاد بقوة السلاح الأسرى أو المخطوفين الإسرائيليين، وسيكون الأمر أكثر تعقيدا فيما تبقى من وقت الحرب. لماذا؟ لأنه السنوار قرر ببساطة أنه لا إمكانية لأن تحصل إسرائيل، وإذا تقدمت القوات الإسرائيلية إلى أي مكان يوجد فيه أسرى فسوف نقتل الأسرى حتى لا تصلوا إلى أيدي القوات الإسرائيلية إلا جثث. وهذا أمر مشروع جدا، لأنه على الجانب الآخر هم يقتلون الأسرى الفلسطينيين طبعا في السجون الإسرائيلية طبعا. فالقتل هنا ليس لمجرد القتل، القتل هنا يقصد به حرمان العدو من تحقيق هذا هدف. الهدف. القضية الأخرى أنه أغلب الأسرى الذين قتلوا قتلتهم إسرائيل في غزة، إما بالخطأ أو بالغباوة أو بغيرها. الأسرى الذين حصلت عليهم على سبيل المثال في مخيم النصيرات، قتلت 3، حصلت على 4، قتلت 180 فلسطينيا لأنهم كانوا في بيت. فالفكرة الأساسية الآن في المقاومة رفعت راية التحدي. حضرتك بتقول 180 فلسطيني؟ 180 قتلتهم في بيت
لأنه أصلا الأسرة كانوا ثلاثة رجالة واحدة ست، واحدة ست في بيت لوحدها كما تقضي التقاليد العربية الإسلامية، وثلاثة رجالة في بيت آخر. فنسفوا كل الناس اللي موجودين في البيوت المحيطة بالمنطقة. فيعني هذه الهمجية أمر طبيعي جدا لأنها لا تذكر في البيانات الإسرائيلية. نتنياهو على سبيل المثال في المؤتمر الصحفي الذي عقده بالأمس لصحف أجنبي، سألوا أحد الصحفيين: قتلت كما تقول وزارة الصحة الفلسطينية أكثر من 40,000 فلسطيني، فمتى توقف الحرب؟ شوف رد إزاي. رد ببساطة قال: نحن لم نقتل مدنيا فلسطينيا واحدا. بلغت به الوقاحة أن يردد ما قالوا أمام الكونجرس الأمريكي نفسه، من أنه سأل قائدا في الجيش الاحتلال الإسرائيلي: هل قتلتم مدنيا؟ قالوا: لا، صفر. وبعد ما قال صفر قال: يمكن يكونوا عشرات قتلناهم وإحنا كذا. صفر نضع جنبه أرقام قبل وغير الصفر. قال إجابة ثالثة: قال إن عدد المدنيين الذين قتلناهم يساوي عدد المخربين بالتعبير الإسرائيلي اللي هم مقاوم حماس. أي إجابة بالضبط على أي إجابة لأي سؤال؟ هو سؤال واحد له عشر إجابات. فهذا رجل يكذب كما يتنفس. طيب، هو لماذا يكذب كما يتنفس؟ الأمر واضح، يريد البقاء على كرسي العرش. هل يحس ببساطة أن تفكيك الحكومة القائمة يعني أنها نهايته كرئيس الوزراء؟ طيب، حضرتك ذكرت ثلاث حقائق بتؤكد تماما بما لا يدع مجال للشك أنه لا يحدث ولم يحدث تهريب سلاح من مصر إلى المقاومة، وأنه نتنياهو يدعي كل هذه الأكاذيب لحماية، يعني لحفظ ماء وجهه كما تقول. لا، هو ماء وجهه لا يحفظ، لا يحفظ هو طبعا. يعني هو بالنسبة له انتهى أمره بالنسبة له، هو يعني السؤال. هو بالنسبة له يتصور أن هذه الأكاذيب بتخيل على الناس وتستقطب جزءا من الجمهور. في سؤال في الثلاث حقائق الحاج ذكرته فيما يتعلق بأنه حقيقة من الحقائق أنه كثير من السلاح، غير أنه بيكون تصنيع ذاتي من قبل المقاومة وما إلى ذلك، يعني كثير من أجزاء السلاح أو السلاح نفسه ده اللي مع حماس ومع المقاومة هو بيهرب إليهم من داخل إسرائيل. هنا كمان ده وضع نتنياهو حتى أمام شعبه في فكرة ده أنت مش عارف حتى تسيطر على بلدك، أنت على حدودك، أنت مش عارف تسيطر أنه السلاح ما يطلعش من جوه إسرائيل يروح ل حماس. هنا كمان ده أمنيا حتى وداخليا هل سبب مزيد من الصراعات والأزمات في الداخل الإسرائيلي؟ ما يظهر على السطح شيئان. شيء واحد الأول اللي هو مظاهرات أهالي الأسرى، وهذه المظاهرات عرضة للانكماش والاتساع، وطبعا قبل أيام وصلت إلى أقصى درجات اتساعها من 300,000 إلى 500,000 وأشياء من هذا القبيل. اثنين، هل هذه يعني نلاحظ مثلا أنه أيام الهجوم القضائي أو التغييرات القضائية قبل 7 أكتوبر كان عدد المحتجين في الشوارع وصل إلى 1,000,000؟ سؤال، الجزء من الجمهور الإسرائيلي الذي لا يخرج في مظاهرات أهالي الأسرى ما وضعه بالضبط؟ هو يريد إحداث فتنة بين نوعين من الأهالي: أهالي القتلى وأهالي الأسرى. أهالي القتلى وهم عدد كبير جدا لم يسبق لإسرائيل أن واجهته في أي حرب منذ حرب أكتوبر 1973، وبالتالي النزف المستمر قائم، وحاول إحداث انشقاق في أهالي الأسرى ذاتهم. انتقى مجموعة أقرب إليه سياسيا لكي يتحدث معهم ولكي يتفهموا حرصه على استمرار الحرب وخرافة وترديد خرافة محور فيلادلفيا. السؤال البديهي، انت واقف بقوات فوق الارض في محور فيلادلفيا، ماشي، انت بتقول ان الاسلحه بتعدي في انفاق تحت الارض، طب اللي فوق الارض ده هيشوف تحت الارض ازاي؟ يعني مسخره، يعني في مسخره حقيقيه في الموضوع. انت في النهايه بتقول انت عثرت على 150 نفقا على الجهه الفلسطينيه بعد محور فيلادلفيا، لم يزعم الجيش الإسرائيلي نفسه قال بوضوح: لم نجد نفقا واحدا ممتدا إلى الأراضي المصرية. وهو بكل بجاحة بيطلع يقول إنه حماس ممكن تكون هربت الأسرى إلى سيناء عبر الأنفاق.
يعني أنت شخص متخبط إلى أبعد حد. صحيح. هذا التخبط ببساطة هو بنية على أنه بيلعب بالبيضة والحجر، وأنه من يخالفونه من النخب السياسية في إسرائيل الحقيقة أسوأ منه بكثير، كلهم نتنياهو أسوأ، وكلهم أقل حرفية في الكذب من نتنياهو. يعني خدي عندك بيني جانتس مثلا، بيني جانتس جنرال وكان رئيس أركان قبل كده، وفي ظل نتنياهو، لأن نتنياهو تولى الوزارة عدة مرات متقطعات، يعني 18 سنة اللي قعدهم ما قعدهمش متصلين، ده من سنة 96 وهو بيروح وبيجي. بيقول محور فيلادلفيا مش مهم، لكن في نفس الوقت يقول لك والله احنا ممكن نحتله في اي وقت. يعني الخلاف ليس بينهم، بينهم بيخاطبوا الجمهور ويهمهم التحطيم الشخصي، لكن في الجوهر هم متفقون ضد كل الفلسطينيين. في الحملة على الضفة هم متفقون ضد الفلسطينيين، في مبدأ الدولة الفلسطينية كلهم ضد الدولة الفلسطينية. صحيح. يعني ايه الفرق بين يائير لبيد مثلا وبين بيني جانتس وبين نتنياهو؟ كل الحكاية ببساطة هو يعرف انهم كلهم يكذبون، كلهم يفتعلون، لكن هو بوسعه ان يلعب عليهم جميعا. ويستثير تناقضات بينهم، وهو يقف فوق رأس جماعة أو حكومة نقول عنها احنا في العادة الحكومة متطرفة. أنا أحذر من استمرار استخدام تعبير أن الحكومة الحالية حكومة متطرفة، لأنه لا يوجد أحد معتدل في إسرائيل. هي استخدام تعبير متطرف يوحي بأن هناك جوانب. صحيح. معتدل. صحيح. ليس هناك 85% على الأقل من هذا التكوين الإسرائيلي في هذه اللحظة يريد القضاء المبرم على الفلسطينيين. صحيح. وليس لديه مانع من أن يخوض حربا إلى النهاية، لكن لما تحدث الخلافات العائلية اليومية على السطح؟ تحدث ببساطة لأنه فشلت الحرب في تحقيق أهدافه، والمبدأ العام أن الهزيمة يتيمة. ويريد كل طرف أن يلقي بالمسؤولية على رقبة الآخر. يريد الجيش والأجهزة الأمنية، الموساد والشباك وأمان وغيرها، أن يلقوا بالمسؤولية عن نتنياهو، ويفعل نتنياهو العكس إلى أن وصل به الأمر، لأنه قال النهاردة موجها خطابه لقيادات الجيش التي تعارضه أنه ببساطة نحن دولة لها جيش، مش جيش له دولة. أنا صاحب القرار. حضرتك ذكرت نقطة في منتهى الأهمية، أنه علينا ألا نذكر كلمة اليمين المتطرف. لا، كله يمين في إسرائيل متطرف. لأنه كلهم متطرفين، كلهم كذلك لسبب بسيط، في مأزق تاريخي يمر به التكوين الإسرائيلي. جوهر المأزق وقد تحدثت عنه من قبل، أنه هناك أسطورة قام عليها التكوين الإسرائيلي، أن احنا جايبينكم من أنحاء العالم عشان نقعدكم هنا ونطرد الفلسطينيين. ليه؟ احنا هذه أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، اللي هو احنا اليهود الصهاينة. فاكتشفوا أنه الشعب الذي أنكروا وجوده والذي أجلوه بالجملة في سنة 48 نحو ثلثي عدد سكان فلسطين وقتها 800,000 تم تهجيرهم بالقوة. الشعب الفلسطيني، هذه الشتلة التي نزعت نشأت شتلة أخرى وولد شعب فلسطيني جديد. ثم تعلم الشعب الفلسطيني ونشأت تصميم الشعب الفلسطيني. ليه؟ والشعب في الدنيا يصمم على استعادة حقوقه كالشعب الفلسطيني. صحيح. قد لا ينالها اليوم لكنه سينالها ذاته. صحيح. صحيح. وأكيد إن شاء الله أكيد، يعني بس نتوقف عن التفرقة فيما لا تفرقة فيه، عشان ما نتعلقش في حبال دايبة. نعم. ما كنا نسميهم بالحمائم، كان يشار إلى حزب العمل ومجموعات حزب العمل والمعراخ الذين يرفعون شعار إسرائيل العظمى مش إسرائيل الكبرى، خلونا في إسرائيل الصغيرة دي وندي الفلسطينيين دولة يقعدوا فيها، فمننا نخفف الثقة للسكان الفلسطيني عن إسرائيل ونضمن أغلبية يهودية. نعم. ونعمل علاقات مع الدول العربية أيما على أساس المال العربي والذكاء اليهودي والآخر. يعني فهذا أمر انتهى منذ فترة طويلة. نعم. الآن كلهم أسوأ من نتنياهو.
كلنا أمل أستاذ عبد الحليم طبعا أنه هذا الصمود اللي بيتحلى به أبناء الشعب الفلسطيني يكون إن شاء الله سبب في نهاية المآل إلى نصرهم نصرا مبينا إن شاء الله. سيأتي هذا النصر يوما ما ونفرح جميعا بإذن الله بهذا النصر. إحنا للأسف وقتنا انتهى طبعا, كان في لسه في التطورات روسيا وأوكرانيا وملف الانتخابات الرئاسية الأمريكية, لكن الحقيقة أنه الحديث عن مستجدات الأزمة في غزة كان أهم كتير بالنسبة لنا. ويعني كنا خلاصة أن نتنياهو لن يتوقف عن الكذب, وأننا نحتاج لطرق أخرى. أوجه هذا الكلام للعاقلين لمواجهة الموقف. زيارة رئيس الأركان اليوم إشارة, رئيس الأركان المصري إشارة في محلها, ومعناها ببساطة أنه هناك خطر في أي وقت يجب أن نكون في حالة تأهب. نتنياهو لن يكف عن كذبه, لن يكف عن كذبه. بياخد هذه الكلمة من ضفنا الكريم وبنختم بها هذا اللقاء الغني والمثمر. بشكر حضرتك جزيل الشكر الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عبد الحليم قنديل, شكرا لوجود حضرتك معنا, والشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. استمتعنا بهذه الحلقة, نتمنى تكونوا حضراتكم كمان استمتعتم معنا. هذه تحيات فريق العمل وتحياتي أنا منى فاروق, دمتم في أمان الله.